كرة لواتن دقيقة كدي بو كدفن كرة طبعا ساعة بو كدفن كوبا وحو كدفن كوبي طبعا كي لوا دقيقة وهذه كي هرو جو وحاس أصلا مرك قف كي سكدرو في سناء هردة دبهي شيء محوصة مين أدي بركو مغلوي إلى على لا كري وكي هرو جو وحير سكي يصي يربفه وكل كرة كدفت كل دافت الجماعة دي كدي قتب 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 حتى تكلم على منذ ذاك الوقت إلى يومنا هذا دورك كيف ظهر الماء عصرك أفرت دو أفرت عشاء لا وسع مغربك لا يتوانك برك وحيلا عجائب تكملت والله وقت لا يسبدلين مؤدين كمبرك أوه وحي اللي دار وحو أدي هيا صدن إيا شانسانو صدن إيا شانسانو مركو ما شاء الله تبارك الله وحانا ويو مدعي عيسى ومولد مولد عبد معلم ما شاء الله تبارك الله مكتبة إمام الشافعي مقالة قارسة قارهان مسجد كأندلس أيامان توحا كدعا يقولون يسوي ماذين ما الدنيا شكا هذا ما مساجد قارسة يقار كم إذا ديغان كتان الربا كلن كان وسوق بن قابية مامل كمكتبة إمام الشافعي الشيخ فيصل محمد أي خصاب صناعة قونس ويدارسي هي وعي قلن كدمرك أي صوب حذين مساجد بدن وقارسة ساعدك لدون لقى أدامه تاسو جه وريرسي ومد إسلام كا قارهان حل جنا كجرنا بيش بركة سنة رمضان وأنا كوقار كم إذا علم ذا أو كهل سارين كان وحنسك ويا ناي مؤذنين تا مقالة قارس حافظة هذك للدوان إيوه لنا عكالي قد قام بوغو ولا لهن دقن أيقنا قرشها هي قصد كان وحوية هاي والهورتا مؤذنين تو إمادان أو كل مادة هي فردية دموعة وقنا وبركو إيو وقضب قضب كالباد كالي إن الله يسكو ورايستو إن الله يسكو ورايستو أو مارك تاي أدنكي يو مارك تاي مقالة يو وقتك إن أيضان مارك تاي بلوحان سلافي إرنو سيدو كلا علماء إنو جوكتو إنا كفا إذي سنو أو توجيهات كودا يو وعي قلن تودا dadkan waa dadkii ugu qiimo badnaa ugu wanaagsanaa inaan ayagana ka faa'iideysano kelimaadkoodi iyo maaratay raahdi iyo waxay naleeyeen allah barakeeyo allah xifdiyo qasad kana waxa weeyo bal inaan horto aadaanki oo hadda shaaciira islaam ah iyo magaaladii oo weyn iyo nin kasto xilli uu iska adimi xilligu rabo iska adimahay laga yaaba adinka 8 saac oo habeenimo inuu bilowdo ilaa 12 ka iyo 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo adin hore unba inta dhacay waddanka soo markuu soo baraarugo oo soo toos unba baratay oo ku dhufan haya marka culimada inuu joogto waxba yana si galgalin oo ku sii dheeraanin إن شاء الله تعالى ولماذا أنا أقيمنا إن وقت جنا أن ما رتي سفان وضف إذا سنو وحنكون بالله بين أيها الإخوة كل بكل أن كنا نكون ونكسن ويكون خير وكون بعوة وحن لقت الشان هيا أنا وحاوي لفضبر في دينك سان ربي وعابد له ولكن تهين أي عباداتك عباداتك أن رب سبحانه وتعالى كعب إنه صلاة مشي كتوك توا تيرك تير بالغوت المامي تير دي لوايانا وحي وضعايا مركز صلاة دي تيرك هاي ددك هو قامين هاي ددك هو يالي هاي ددك وقتها قريتانك سيلانين هاي ماشى اسمير فضل معها ومال عجيبة هذا كمان ذكرنا فضل إمارة الأذان
مسألة عجيبة. مركع والحالة هذه من قوة هذاك وحاول يفهم أدينينه والرواب أركسان ثمتي حالة عن كسرنا ما أدينين تقارو حالة وقرح أسويت دو بكالة وكل يتبنان كتالة إنهم أين أدينا كبفت هذا ما حصل من ما بقى واقع مثلا فما وريا وريا وقرح أسويت ومن موقع حاجات كده حاجات كده مسألة ويد علي وقال ويد على مسألة ساش أقدر أن بكمتها هي أمد يا صحورا الله يد بكو كبر فن أمد يا صحورا الله يد وح وآل إلهه يا وح صلاة إلى هذا أين تشوفين يو أعلن كبر فن الله وأعلن كذنب أعلن كذنب ويا بس بس كده يكسر بس كمر الحيان والصلاة في ريبة بس كمر كوا حجارن حيان وكلوا وشربوا بمار تكو عن فلا حيان عيد كوا عن فلا حيان وحاول إلا أنت عدي بشك وأوتي رؤون وحاول إلا جرانيني ومشروع روح إلى عرابه حتى يتبين إلا وعد هذا إلا سات ربنا سبحانه وتعالى أي مارت نلخ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله مرت إلا توين كاسا جيران إلا توين كحلم طولنا وحيكون في معنى الله إني ذاتك شعبك تشوغة إلا الدولة إسكحران أو دين كإيران هاي أو رب ولا عادل هاي إني كران مركنا شعب يا كريا أم بعماشان رب عادلنا حكومة رب ما عابده رب ما عابده حكومة إسلام معها ولو واحد بلان أو مارت النفاس عن كهل ربا واحد بلان النفاس أو مالا بركض عن ليل ولو عن كهل أول إلى نوال بالنظام دين كيس حرب إياهي سوك عابل لها سوك سلم لها سوك تكن لها سوك بران لها وأنت ومثلا نفاسة وبفضل الله ورحمته مرتا أحاولي أمورتا بلا رجنت هذا هي كتشد هذا يا موضوع سيدة قلبة عن مارت إلي فانسيي مرتا مؤدنو حساب قنبا كل كرسة محايا لي فضل إلي ألغو الشيء هاي ومضا وكيل محاضرتها وقتي وقتي وقال أي بعضانا مثل الناس لماذا أنا واي قوان إلهي بأما هذا نوسي ورقل إيي إنا نكو كل النو نقري كم إذا قريها إلهي سوى أي نغلس وقيف قلين لماذا أني أو فضيلة الوالد شيخ عبد الله عثمان oo hormoodi noo yahay iyo dadkii ugu yeedhayay umada khayrka adaa'iya ila alkhayr shaharat almaama wa huyri ba'da tawhid amal ilahi loogu dhawaado oo salaad ka qiimi badan ma jiro hadii marka amalkaasi uu qiimi badan yahay ninka أي شقدي سوتاي إنه ضدك أو غيره وحنا ما لنا قيمة أنت أصعب غفيرة مركدنا وقيمة يا شرف دنا عنا وحاصرا حل يا مسؤولية أبو أضل ويا أمتي أردن يا وحي إلهي كعبد إلهيين وقوة الرئية قيامة الله حسابين لها أي مسؤول كي هي إنه يرهدوه وقال اي وقت قادي ككعة طبعا حق خيركو هذا وحين حسابين كرما حسابين كرنا ماها وحين هذا سوكومي كرنا ماها فضايش هذه يهولة هذا اسنا هذا هولا نفردنا ماها بني ادمي وسيد هذا بوحوحوك سارا ميلها دليشة وكلي يهي انو اسكا حد حدو او اسكا هبايو oo iska nidaamiyo oo iska jeheeyo taas aan inta badan xoog la saara wadaalika marka jawaanibta salbiga ama khaladaadka ama gabgabiska la tilmaamayo maaha micnaheedu ummadu inay wada gaabinayso ee waxa weeye khayrka waaba la rabay hayo xisaabinin ilaahu wuu xifdi xag Allah lagaaga xifdin laakiin waxa la rabo qofku inuu iska la xisaabtamo maxaa khalada xagee laga soo gali كابس حقيه كجرا حقيه دم باللوغة قري حقيه أمد وكخلدمي حقيه دبك إيمان هل كاوي يمشي حقين لصار الله ربو
meelaha xogay gaabisku inaga jiro oo loo baahan yahay ilaa masuulin noo maqan ma jiro shaqay noo tilmaamay wixii arrin diineed ah cidii noogu maqan mas'uuliyadeeda oo maamul dowladeed iyo idaaraha maba jirtaba waxaanan filayaa imaamyadii iyo muwaadiniinta unbay u taallaa iyo intii la talin karta waxyaabaha marka loo baahan yahay waxaaba ka mid a meelahan oo kale in laga soo saaro maamul howlaha habeeyo horta lana meelahan ka dhibanay iyo khaladaadkaan leenahay waxaa ka mid a cid hawsha ay noo haysa iyo wax wada tashi oo imaamyada iyo muwaadiniinta si rasmi ah ooga dhexeeya iyo tacliimaad guud ay wadaagaan oo ay ka midaysan yihiin ay ummaddii ku hagayaan maba jiraba soo ma taa marka waa khaladka ugu weynba ee dhinaca aan ka dhex fadhino walaalayaal intaa haddii aan ka gudba waxaan u malaynayay shariixadii ugu qiimo badneed ugu khayr badneed ilaahay agtiisa ayaa la ballamiyey waa muadin maasha allahu tabaaraka marka ugu horeysa maxaan leeyahay hanii'an lakum hanii'an lakum baa inleeyahay wa calaa lisaanihi salawaatu llahi wasalaamu calayh wa calaa lisaanihi salawaatu llahi wasalaamu calayh sidaa u yahay haddaad u gudataan niyadana ilaahay aad u barax tirtaan haddee ilaahay agtiisa wax weyn baa ina yaalla hawshaa howl sahlan ma aha waad maqlaysan qabla qaliil fadilat alwaalid inuu lahaa haddii un arintaas ii surowi inta iga hartay noloshayda waxaan taminin lahaa inaan muadin noqdo macnaha dee wuxuu ogsoon yahay oo uhaayaa waxa meesha yaalla ee barwaaqe ah ee qanaa'im ah ayuu ogyahay oo la socdaa walaajli dalika hadda muxuu ahaa uu taminanayaa maa baqiya min cumrihi inuu muadin uu noqdo maasha allahu tabaaraka marka ilaahay hayni aqbalo ilaahay weydiisto arrintaa iyada ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala niyadana ilaahay inay barax tiro ha maasha allahu tabaaraka walaalayaal maxaan u malaynayaa aadaanka iyo fadliga iyo meesha ilaahay uu dhigay haddii culimmada iga horreysay uu waalidka uu kow ka ahaa baa isku fuuqsaday wixii aan dhigi lahayn waa la yidhiba waxaan hadda annaga inoo soo haray inaan muxuu ahaa war hodan oo u dhaad inaan u dhaadno bis wixii aan sheegi lahayn waaba sheegeenba haddii fadlilaha waa laga warramay haddii wax walba waa laga warramay maasha allahu tabaarak shariifkaaba intii u dambeysayna isku fuuqsaday macalinka waad garanaysaa macalin muxuu rabaa inuu waqti dheer hadlo mikrofoon mar haddii loo dhiibo macalin bas wey marka ilaahay ha xifdiyee asaga inoo dhammaystiray wuu dhaawac tiri baa odhan karaa marka haddaa laba iyo saddex aan soo qaato waxaa ka mid ahaa xadiiskii uu waalidka akhriyay oo ahaa haddii maalinta qiyaamu ximaani wahuwa atwalu nnaasi maada cunuqan salawaatu llahi wasalaamu calayh ha waa cajiib xadiiskaas maalinta qiyaama muxuu imaani asagoo dadka ugu noqon dheer amaama alkhalaa'iq maxaa ka mid ahaa qowluhu calayhi salaatu wasalaam low yaclamu nnaas maa fi nidaa wasaf alawal ofirs dadka hadday ogaan lahaayeen aadaanka waxa fadli uu ku jira iyo safka hora uma laa yajiduu ilaa an yastahinuu haddana ayna helaynin inay u qoriritaan ma ahan si kale u ku helaan ma laha dadka hadday ogaan lahaayeen ajirka iyo qaniimada iyo barwaaqada ku jirto aadaanka iyo safka hora haddana ayna heli karin arrintaa ayna gaari karin inay u qoriritaan ma ahan nabiga muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam lastahanuu way u qoririn lahayen way u qorin lahayen qorca ka dhici lahayd hadday ogaan lahayeen salawaatu llaahi wasalaamu calayhi nin la yidhaahdaa abusaciid alkhudri radia allahu tacaala canhu waardaah ayaa nin muxuu ku yidhi muadin ah nigo waxaan arkaa inaad baadiyahaas iyo arigaa un iska jeceshay mar allaal markaad baadiyaha aad maratay aragaada iska dhex joogto baadiyaha eeba damacda inaad aadaanto oo salaad aad u istaagto ha aadaankaada kor u qaad irfac aadaanaka sawtika kor maxaa yeelay cid allaale cidda aadaankaada maqashay min shajarin wa insin wa jinnin maalinta qiyaama uu ku barqata kici hadalkaana maxaan kuu sheegayaa nabi maxamed baan ka maqlay
صلوات الله وسلامه عليه وفرصد يعني كرافين أدو باديها جو كر ونوق أدنك وحاسو من وحوي وتشويق أدنك فضلك يأجرك إلهي أكتيس أكلية ما شاء الله تبارك مركب والله ليال فضلك أدنك يمنزلنا مؤذنك حتى واحد اللي شوكو بكرا معها ومدع إليها إلهي أمير أبرحت ربس نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إخوة الإيمان إلهي بأمه الله سبحانه وتعالى ما هذا إلهي كذب وحان ما هذا أعلن هيا فكرة يقولن كان آتك آتك أفضل بضن عدي سوق قبن قابسي بعد الله هرقلسي مسكح إي وقت كبحسي إلهي وحن أضع برنا هيا إن إلهي في ميزاني حسناتهم وإلهي أقليه إخواني كلن الله سكو إما هذا أو كل ما الديني جاء يدعوه جاء وأمارك تي ومن أسباب دخول الجنة وكل ما روح إما هذا بوسكوه بيني حتى ضدن كلا وقت روح والله يا أبا ما شاء ما تمر كصويشة ما إني جوار الله إذا بركة حتى ضدن كلا وقت وتمر سوس راسني حتى حتى على هبل باب يا دم نقدر حيس ماشن إمام الشافعي يو إيمان يا بلو يري أنا أنا أنتظر حتى روح أصلا ما هو جاي أجر كي خير كله قارنا يا والجلسة أما كلا قفك إمام ربا وسكوه جين كلا كنا صقع سيد مصطفى بدي عدينس قارنا دان رجعنا علماء له إلا إمام يمؤدين وحكت ترجمة يان مرك الدين الإسلام كلي هذا أنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة التي 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 يجب أن سيد مدرسك جريجة ما هو الله قنديري عبادة ودين كي ما توا والنقل يسون روح الصوم من أفكيس الصور لك بعضه يا إلهي أتيس أديب من ريح المسك وصورا أننا نل صور يسوع روح الصوم من أفكيس كصباح يسوع روح الصوم نظام كل جيقة نوحوي حمنه مشيمه فرح بناء جوف كجري جوف كار مقتين تصوم مشيم بو إلهي كركبة ومد بشق جار هيسا انت بحاول قفتي ومشيمان وعكو شقيان ابي تانكي عوني تانكي مركا اديق الرانسانيس واركتي واحد رانسانيس واركتي قوسي هذه الكا هذه عرفك وفلي عرفك وحارسك ووراقي وعرادين وحيرا ومارا تقول كدب قيسان لها انو كإلالي بقى يوصوه قبن روا مركا ايادة اما وحي حرق ماجو كجرتي اسال وقتي عدنا وحو إلالينا يا عنتاد النوع اي تاي نوع الروح الربا حولي عنتظن خرير باكو جيرا سريدا كوبرتاي ومشين او سريدا الالين وعاكوبتاي بيهي باب نغلي سكر طاق مكا قضبان رماشن عاشق شواني روس اقلامه اولين مع الاذن اذن محلي يا اخواني والقريس المعنيسة حوان الاعلام بدخول الوقت ويسير لو يسير دكا لو شيريو وقتي يو قري لليلي هاي اذنكا وحاولين بألفاظ معلومة ومأثورة قفك منكو أعلان أنا أدي ألفاظ نبي اللي يقول رسالة سلام ونبي ما شيئوني وآخرنا يا وعصي جنكس وقريبان يماها وذي اللي كبير أعلان كشعائر إسلامك نبي صلى الله عليه وسلم نكو دولان سمعه ومثلا اللي يعذاب بينكلا أما جيوش تمش لنسا سعين وكي فتوحات سمعين أين تولي هذا اللي أعلانه هو نقول لي قادم جتي هذا اللي أعلان مركز ورب الوغاز يوماشن وإسلام جون أي عدد وذلك بدا يحيى ويوم دواده الله سبحانه وتعالى يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ايضا حماه وحكسه في هو ومؤذنين ته الى ذلك يقول ان الى سبحانه وتعالى دين تيسا يا صلاه حديثك يا الله تشيلنا مؤذنين ته يوم القيامه اي وضدك اضع ناس اعناقنا واذنق ليسن اذنك وحالجدي
أو مشروع على قدر سنة كوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كوال هجرة مدينة سنة كوال هجرة بلاوي شروط باجر تعاقف كوال هجرة لغيره أما صفات صفين أما تلباما أو غيره قف كوال هجرة لغيره صفين أو عاكمة الإسلام قف كوال هجرة المسلم يعني قال ما رادي كرو الذكورة رب الله هؤلاء كما أذامن إن أترى أن بسي تدقنت الإسلام تبا ترقبا هي كعسوالا صانيس العقل قف عقل لغيره هي قف وراء الإعلان كما صحيح لأن النية ما هي البلوغ بلوغين قالوا عنو كستقير كاه ما لا مكرا لأنك سما صحيح مستحبات باجة لغيره قف كموالي قلعيه له وحيرا سنة لغيره قف كموالي انك إنو لي ماذا وحاكم ده إنو طاهر كي هي من الحادثين الله أسخر الأكبر قف كموالي قلعيه إنو طاهر هي أي لدون إياه وحاكلون كتا معنا شعود بكاشية يكون عدلا قف عادل ويا يقفكن أو يكرسون الدين تسرير يقفكم وادينك من مقيلة أو هذا كسر كعقاب إنه أعلانه صح ماها سلوا كره وعكمل إيه إنه قف أطيري هاي سيتن يا رب مر بيا هذا ما هو تجارب تن ما كهذيل وحافظ أوده جازين كرين أو نين مثل أطهي ونهن ولا في عيا هاي سلوا كره حاله من كعلام الله فرد ده كشده سيد سنو كسر النبي صلى الله عليه وسلم الله بلا فرض به قليه وعكمل إخواني أي إنه أصله تاين قائما إنه كرسي كسر قاطه ولا فرد أنا معها وصل قابل أي تشرق ده كان بينه وعكمل أي يكون عالم بأوقات الصلاة إنه قرر أوقات الصلاة سيد أول شيء هو تده هذا أوقات القرين قرن أوقات هذا الشيء الساعة ما هو وقتها إنه لصعده مثل وقتي وحاجة واحدة فصول أربعة الفصول أربعة نصهم نقام فصول أربعة وعكفر سلام الخواب كان نجح فصول بقى هاي جوجا دارتا حياة جيلك أوقات من الناس بدلات بس بدلات يعني حتى قرأت كمال كل صباح ضو ولا رتين ويقفون وقرنا هو أوقاتك والله صعبه صعب ويعتبرين أركم إذا مؤدمين تا أي أسد أو كل ديف تفكر كذا كو أدن إن لهم مدوبه لنا صحة لنا إلى عليه وقت يدا أدن ك ما هو السيدي ما في لدواجي وطالتا نادر ما تلقي سوتي وارين ما في أرهم يقوى أبونه لكن ما أنتم إلهي سبحانه وتعالى أقدر أنت مالان كان كليح حرقية لأي نغنين أي سي سعطة أن أباها النواعيد مركز سيدي لغا دواجيدة لابا قولوب أما سيدة حقولوب وايا مارتي وقتي أو مارتي علومي أي هال وقتي كسو قوات أدانك وقتي إلا أدباي صلاة والبا مارتي سيادة حرمين كل شيء جاء علماء مارتا شيء توكو مارتين أذانك وقتي لويلا هل مساجد أم الله مساجد مارتي مقالة في السكينة مارت مقدمين تزي دمان في السكينة مارت أهلو عن مارت لو قبطة أو مارت مقدم مارت أذانك هل وقتي مارت لو جانقول أولا يا لورت أد بي علماء واحد بدل بانكده يستي أيوة أمر رادية كارلاين أو مسجد كارلاين. ما أدنك يا؟ نما وقت وسكس وتوسو بيسك أدمى. هذا نما وحنا مغلاي أنا بنام وسوي تالي وصلادي أجي أنا أدان كوري أدمى. نما نو يرى بان دماني وكارل ديجسوان. أب ما فيري ناين صلاة ما فيري ناين. نكاني وراء أدمى ديجسو. أكن ما يوغدا. وهاس والله في عين. خير الله سيو وذا عندرسنا هاي شو عمر عيدان وحبلهم بقصة عليا وداني ما هو عن هذا علماء واحد الشاب ودم ما أدنك وحال كروا يبون الصاليرو أي مسجل إذا استقبلنا أم يفعل ولا أدما وحنا عدو في رياض عمر كي ساعدنا لفيرني وراح لفيرني مساجد كم قوة مركز إماتد إمام كم مشوين أما علماء درجدا لو فرا اللي سراد الساعة عداتو اللي سراد الجرين كله هو ضرقتين كله هو ضرقتين تاسع شاهد نوع إيه هاي مساجد إذا اللي هو مرة سراد وقت الجرين حنقول له محق ربنا ديرين إذا محا محنا وقت نو جامل سن كرنا هي سراد اسمه هرنو أنا سراد سبحان تكناي وسراد نقول له وفرا له إنا ده إنه سراد ده ديرين إذا ما ندمته ما في عنده وحبلهم بيع علماء أي تاسع إذا كهلاين وشيء لي وارن إننا واسارنا إيه قريب الله ديرين استراد وعدانين مركب ولا ليال
وهاي علماء الشيء هاسو وشيء معقول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدين. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي والله ريال إلهي بام هذا قال سبحانه وتعالى ماشي نو كل مية إلهي سبحانه وتعالى ماشي نو كل مية ماضي شكر إسقاله الله أسأل أمهات علينا هبين يا معلم بقى أسأل شكر له ومهات له أسأل مقامك يا أنجو يا وقتك أسأل نوافجي أسأل نوافجي مركا هادين المناسبات دان هادا ما نسكوه ما وحير آن من العصده دات كسوق من غابي أرنطن كان ذوبتو الله لافق ذوبتو الله لافق وحيدونا وصل أدون آخر الله سيء ومناسبات لا بحناي وألا واكوينا آد باهد أتالي مركا قوم هادو مسلم أوياي ومال وكوانا ميل هنا شاعر تسلام فإن لم نوجيه وواجب مركا ما أنت وحن أركا إنه وح شعارة إسلام ككمد إيه ونغم غناي إنه ما أنت عن أركا ينقص لموجي حتى أنسان أقول لدى سنة أنا هذا الخطوصان وأنا ذو حبيبك هنا أيه مركا وحن كور وحن آذي هذا علماء ذا هذا إنه قال سيدا مكتب إنه شافي أو كلا وإنه هاي أمارته وأمس دروين وكفوا اللواي سحوره إلكم وسعرارانا كم فلان مركا إيه ميالا حلما يتكعبا وحن كور سنة هنا إيه نوسا ميان حقا أذان كان إنه اللغم حتى عنانا كرم ninka bulu xagarka aadama ninka marti bulifsan ka aadama ninka bartamaha ka aadama maxay yale ma haysano tawxiidul muadinin ma haysano insha Allah hadii la baraarweena een culimadeena maamulka inoo hayaan xagga daawada inoo hayaan waana kaga dambeynayna talaabadan way sii kordhinayaan sheekh faisal iyo inta la mid ka marti culimada hada maamulka inoo haysa ayaan ka hadlayaa jazaakumullahu khayran ugu dambeyn maamulka maktabada sheekh faisal oo ah nin daayara laakiin sadadaal badan sameeyay tan iyo markii uu si buuxda ula wareegay maamulka maktabada imaam shafiici ayaa goobta ku gudoonsiiyay abaalmarino qaar ka mid ah culimada muddo 30 sano iyo ka badan ka soo aadaamaya masajida Garissa